لا حاجه جميله جدا كابتن عادل يا كابتن هاني، يعني الواحد جسمه اشعر واحنا بنتفرج. لا خليني بقى اقول لك على حاجه مهمه قوي لازم الناس كلها تعرفها وجمهور النادي الاهلي يعرفها. اول حاجه انك انت النادي الاهلي لما بيروح اي مكان في الخليج النادي الاهلي بيبقى رقم واحد من ناحيه التسويقيه. خلينا نتكلم عشان مش احنا بننتمي للنادي الاهلي، بكلمك لانه الفرق في ناس العالمية. بتقول حاجات تانية بس يلا. لا ما هي الفرق بص اللي بيقولوا هم اكتر شعبيه، لا هقول لك انا ليه اثبت لك ان احنا اكتر شعبيه. احنا لما بنسافر الخليج كل فرقه بتيجي من بره بتلعب بطوله في الخليج، مباراه وديه في الخليج، مباراه اعتزال، بيبقى ليها رقم مالي، بمعنى انك انت بيقول لك الفرقه دي تستاهل تاخد كام $1000 في المباراه. ايوه تعرف ان النادي الاهلي بالنسبه لاي نادي في الشرق الاوسط او اي نادي عربي بغض ماليش دعوه بالاسماء، بس انا بكلمك لو النادي الاهلي بياخد $250,000 كان على ايامنا بياخد $75,000 في المباراه. ايوه اكبر نادي الان بياخد حوالي $75,000 عشان هي بتبقى شركات، لكن انت كنادي اهلي ليه $250,000؟ ايوه اولا عشان اعلاناتك بتزيد في المباراه، اللي هو السبونسر اللي بياخد المباراه اعلانه بيزيد قوي، رقم واحد. رقم اتنين بيضمن اني انا مش بتكلم في الفتره دي من غير جمهور، بيضمن ان الجمهور بيجي له، بيضمن ان التيكت بيتباع بدري، وبيضمن ان مش هيهدر تيكت واحد. الحاجه الثانيه المبيعات بتاعه التيشيرتات والحاجات اللي هي بتتباع مع في ما بين الشوط او قبل المباراه او بعد المباراه بتجيب ارقام كبيره، فاي شركه بتجيب النادي الاهلي فبتجيب النادي الاهلي على شعبيته. نعم. علشان كده لما تيجي تتكلم على شعبيه اي فرقه ما تتكلمش ان مجازا وخلاص انا اكتر ولا انت اكتر، اتكلم على رقم، الحياه ارقام فلوس. اتكلم على فلوس وقيمه تسويقيه، القيمه التسويقيه بتاعت النادي الاهلي لما بيسافر اي بطوله. النادي الوحيد اللي بيتعامل زي الباير اقل شويه لما بيجي يلعب الباير، لما رحنا نلعب الباير كان القيمه التسويقيه او القيمه اللي خدها الباير اكتر منك حاجه بسيطه، ولكن مش فرق كبير قوي. اي فرقه من الدوريات اللي هي الخمسه الكبرى لما بيروح يلعب مباراه وديه او مباراه افتتاحيه او اي مباراه بيبقى ليه قيمه. النادي الاهلي تمام مش من الخمسه، ولكن انا اقدر اقول لك من اول الفئه الثانيه اللي هي بعد الخمسه، ده النادي الاهلي.